بس توضح هيدا الموضوع من استاذ هيثم. انا بشكرك على اتصالك. بتحب تضيف شيء شغله؟ قطع الخط. رح نرجع على موضوع الخطابه، ولكن خلينا نتوقف شوي مع الجمعيه اللبنانيه ديمقراطيه الانتخابات. خلينا اليوم نتوجه للمسؤولين اللي بدهم يجتمعوا كرمال صياغه القانون وكرمال القانون. انتم كجمعيه بتمثلوا الوجه المستقل للبنان، الوجه العمياء اذا جاز التعبير. مش غلط واحد يكون منتمي سياسيا، ولكن يرجح كفه المؤسسات والدوله والوطن. شو بتقولوا اليوم للي عم يشتغلوا على القانون؟ اي مطرح ممنوع المس، يعني اي امور ممنوع المس فيها لحتى ما نرجع لورا، لحتى ما نرجع لما قبل بعض الاصلاحات اللي حققناها. ايوه ما قدرنا توصلنا لها. رئيس برلمان كل ما بده صور. انا اعتبرت هيدا الشيء تعقيد معين. كان عندنا انصي الله يخليها مدام جزراوي، يمكن راحت هلا. كانت كثير كويسه اذا قصدناها دغري، والا بيعذبوا بيطلعوا لنا روحنا. بعدين السفاره لناس وناس. انت كنت تجي على لبنان لتنتخب ولا بعد ما جيت؟ انا ما انتخبت من سنه 72. حابب تنتخب هالمره؟ طبعا بدي انتخب، بس خلص الوقت كرمال الصورتين. بعدين الاستاذ جمعة عم بيقول جمعة كمان، لأنه نحن مع الحرية ومع التعبير ومع السجلات إذا جاز التعبير. أول شيء خلينا نقول على فساد في لبنان، تصبحوا على ألف خير.